طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده وخليك تقلق. انا ههرب ههرب، هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش الكلام ده، كلم الامنيه يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. لا يا حبيبي سيبينا، محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار، ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج، مش هيرضى. ممكن تسمعيني؟ طارق لو سمحتي. انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه. امسكي نفسك. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره أي اتفاق. إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكانها. بقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده وراه حاجة وسخة. شكلها ضحكة عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شيطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم من الكلام ده. احنا عملنا اتفاق. انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش. بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي. مش من مصلحتي ان امي تخش السجن. فردوس. تعالي شوفي البيه اشرب ايه. بدك تؤمر. حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار، أنا مختار. اتفقتوا على إيه؟ اطمني. وافق إنه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار. لا، عشان خاطري. لا يا مختار ابني، لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اه اهرب تاني. انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. فرصتك ما تهربيش تاني. واذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين تقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل. صدقيني اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار. يلا ميلي. لا يلا ميلي. مختار لا. يلا
لا ابني لا. معلش هتشوفي تاني. يلا حبيبي. مختار الله يخدم مختار. طارق نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادم. كان لازم تدبح على اللي انت عملتيه. شاهين انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماهو تعالى. تعالى يا ابني حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد. احنا اكيد هنتكلم هنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماهو حرام عليك يا طارق. الولد عايزني. حرام عليك. اوعي. حرام عليك يا مختار سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني. حرام عليك حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليك حرام عليك وعايز تعيشني. شاهين أنا طارق شاهين باباك. يلا نروح لجدو. يلا مش هينفع كده يا مختار. المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه في سوبر ماركت لشركه. شركه يا مختار شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره. ابنها اتاخد منها ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه. انا هتصرف هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل بتشوفه.